لأول مرة في تاريخ البابوية وصف البابا فرانسيس نفسه بالبراغماتي، مستوحياً هذه الصفة من القديس فرانس الأسيزي الذي اختار العيش في حي فقير. إخوتي وأخواتي، مساء الخير. بهذه التحية الخجولة أسر البابا فرانسيس القلوب، فلأول مرة يعتلي كاردينال من أمريكا اللاتينية كرسي البابوية، وهو نفسه يقول بأنه جاء من آخر العالم. سلف فرانسيس البابا بنديكت السادس عشر استقال بسبب كبر سنه، وتزامنت استقالته مع فضائح تسريب معلومات من الفاتيكان وقضايا التحرش الجنسي داخل الكنيسة. في يوليو 2013 سافر البابا إلى لامبيدوزا للصلاة على ضحايا قارب المهاجرين غير الشرعيين الذين غرقوا في البحر، وهو كان قد نوه إلى معاناة اللاجئين قبل وقوع كارثة لامبيدوزا. محطته الوحيدة في الخارج حتى الآن كانت ريو دي جانيرو، حيث أحيا البابا مع ملايين الشباب الكاثوليك قداسا في يوم الشباب العالمي. وفي طريق عودته إلى روما صرح البابا فرانسيس بأنه لن يحدث تغيير للكنيسة، لكن الخطاب سيكون مختلفا. إذا كان شخص ما مثليا ويريد التقرب من الرب ونواياه حسنة، فمن أنا لأحكم عليه؟ لكن المهمة القادمة تتمثل في إصلاح سلك الكهنوت، ولذا قام البابا فرانسيس وبصفته ناقدا للرأسمالية بتعيين لجنة تدقيق بعد الفضيحة المالية التي أحاطت بمصرف الفاتيكان. ومع ذلك هناك حاجة لكثير من الإصلاحات.